مشاهدين يحكى أن في كل مكان بنرحب بحضراتكم. الحقيقة أنه من الكتاب المتميزين اللي كانوا مشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55 الكاتب الشاب المتميز خلف جابر اللي مشارك بكتاب أسطورة خالد توفيق. اهلا بيك يا خلف. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك. يعني سيره ذاتيه لدكتور احمد خالد توفيق، اعتقد انها سيره حيه، هو توفي من وقت مش بعيد. بس الحقيقه يمكن دكتور احمد خالد توفيق ليه قدر كبير جدا من الحب لشباب كتير موجود دلوقتي وعايش اعمال وتابع اعمال دكتور احمد خالد توفيق. واعتقد ده على قد ما هو بيسهل المهمه لكن في نفس الوقت بتبقى صعبه برضه. طبعا هي فكره يمكن اختيار الدكتور احمد خالد توفيق باعتباره نموذج، مش عايز اقول مصر، نموذج عربي لكاتب حقق قدر كبير جدا من الشهره والنجاح وقدم للمكتبة العربية يعني منجز أدبي ثري ومتنوع وضخم حتى على مستوى الكم والكيف، وحاجة جماهيرية كبيرة خلت طول الوقت الناس عايزة تعرف ما وراء الكتابة بقى. صحيح. ما هي قصة الشخص أو الإنسان اللي صنع هذا المنجز الأدبي، فبالتالي كان لازم نشتغل على سيرة الدكتور أحمد ونحاول نقدمها للأجيال سواء الكبار اللي بيحبوه أو الأجيال الشابة كنموذج يقتدوا بيه. فطبعا كانت مهمه صعبه جدا بالنسبه لي على الاقل، لان انت عارف ان في شريحه كبيره تتعاطى هذا الكتاب او تتفاعل معاه او هتطلع عليه، فبالتالي ردود الفعل هتكون متباينه وهتكون مختلفه وهتكون كبيره. فده تطلب قدر كبير من الحرص على الجوده. يعني سواء تحقق الجوده او لا، وان كان يعني الفيدباك كان كبير، لكن انا كنت حريص بشكل كبير جدا ان اقدم شيء يليق باسم الدكتور احمد خالد توفيق يعني. ويعني اتوقع ان هذا الشيء يعني لمسته في رد فعل المستمعين الاول لما كان كتاب صوتي، وحاليا من خلال الكتاب الورقي والقراءة. طيب بما انك ذكرت فكره الكتاب الصوتي، الكتاب نزل بالفعل ككتاب صوتي طبعا، وبعدين اصدرته ككتاب ورقي. ردود الافعال على الكتاب الصوتي اولا ده اللي حابه اعرفه منك، وحاجه تانية كمان فكره ان يصدر كتاب صوتيا الاول، ده يضر الكتاب اكتر ولا يفيده؟ نتكلم على فكره الفيدباك الاول او الانطباع على الكتاب الصوتي. الكتاب الصوتي كان اشبه بعمل جماعي، يعني لان هو في ككتاب صوتي هو صناعه. يعني في اخر شريك بيسجل الكتاب بصوته، فده بيضيف للكتاب، خاصه لو كان احمد امين كمان. وطبعا لو كان الفنان احمد امين، فده بيضيف له بعد جماهيري كبير وبعد برضه ثقافي كبير. فده يعني انا حابب بس ااكد ان الفيدباك كمان كان منقسم لشقين، يعني سواء كالكاتب او القارئ للكتاب، فكان بشكل كبير جدا سواء مثلا على صفحه الكتاب على جود ريدز كان في ناس بتشيد بالكتاب بشكل كبير، يعني الحمد لله اسعدني جدا، واشادوا برضو بقراءه الفنان احمد امين للكتاب بشكل متقن، وادهشني انا شخصيا ويعني كاحد المعجبين بقراءه هذا العمل يعني. فده كان على الجود ريدز كان في فيدباك جميل يعني امتعني بشكل وشجعني على الكتابه بشكل اكبر. وعلى الابلكيشن على ستوري تيل نفسها كان في برضه ريفيوهات، لان احنا كنا منزلين الكتاب حلقات، يعني ما نزلناهوش مره واحده، نزلناه فصول، فبالتالي كان في طول الوقت فين الفصل اللي بعده، يعني الناس متحمسه تعرف. الناس متحمسه تعرف، وبالذات ان احنا كنا مقدمينه بشكل درامي، في حدوته بتتحكي، فاللي هو طب احنا عايزين نعرف الدكتور احمد هنا كان احد شخوص عالمه الروائي، بطل كنت خالجه بطل بيتحرك في عالم روائي في اسطوره يعني تشبه اساطيره. فبالتالي طول الوقت احنا عايزين نعرف ايه اللي هيحصل، طب الدكتور احمد واجه ايه، طب ايه اللي حصل. من خلال هذه الرحله احنا بنضفر المعلومات وبنضفر السيره وبنضفر مراحل حياته وبنبدا نحكيها يعني. فكان فيدباك يعني موفق جدا وامتعني جدا يعني. الحمد لله. طيب يمكن من ضمن التحديات اللي بتواجه الكتاب اللي مهتمين بكتابه السير الذاتيه او حتى التاريخ بشكل عام، فكرة المصادر، التوثيق، لأنه للأسف أحياناً في البعض ممكن يكتب بعض الأحداث غير الدقيقة طبعاً، اللي بترسم شخصية مختلفة تماماً عن الشخصية الحقيقية حتى لو استعان ببعض الأحداث الحقيقية طبعاً. لكن وإحنا بنتكلم على هذا الكتاب تحديداً، كتابك عن دكتور أحمد خالد توفيق، القصص اللي موجودة فيه أو السردية اللي موجودة فيها قصص موثقة بشكل جيد جداً، ومصادرك اعتقد انها كانت موثوقه بشكل كبير قوي، فحابه اعرف مصادرك كانت ايه. المصادر في الكتابه بشكل عام بشوف ان هي بتبقى مصادر حيه نتيح يعني ذلك، ومصادر غير حيه، يعني مصادر حيه ان احنا بنبدا نقابل ناس
ونعمل معاهم حوارات، نعمل لقاءات مع الأسرة، مع الأصدقاء، مع التلاميذ، مع يعني نحاول نغطي جوانب حياته المختلفة من خلال المصادر الحية إن توافر. لو في كاتب مش متوافر فينا مصادر حية وموجود مثلا من أزمنة فاتت، بنبدأ نتعامل مع المصادر بقى اللي هي الكتابية، المصادر المنقولة، ونبدأ نفندها ونختار المناسب ونستبعد. يعني أنت كتبت عن شكسبير أنا مثلا؟ أنا كتبت عن شكسبير وكتبت عن أجازة كريستي وكتبت عن استندت لإيه؟ كان كلها أغلبها برضو يعني شكسبير. أولا لازم تبقى مطلع على أعمال الكاتب بشكل كبير جدا، أي شخصية أنت هتكتب عنها لازم تبقى مطلع على أعمالها وجريها، فتبدأ تجيب يعني تتكلم عن فلسفته، تتكلم عن مراحله حياته المختلفة، بتبدأ تستند لدراسات اتعملت عنه، لبعض الكتاب برضو اللي تناولوا سيرته أو أجزاء من سيرته، لأن أنا في كتابتي ما بعتمدش على فكرة جمع المعلومات أكتر من خلق عالم مسلي وممتع لهذه المعلومة. يعني أنا عشان أسمع معلومة مش هينفع أكتب عن شخص أبو ولد ونشأ وطوامات كده، لا، المستمع طول الوقت، لأن أنا في الأول وفي الآخر كنت بخاطب كمستمع صوتي أشبه به ممكن نقول المستمع للإذاعة، فعنصر الدراما وعنصر التشويق وعنصر الصناعة لازم يبقى الإيقاع سريع في الكتابة وفي الصناعة صحيح. فبالتالي لازم أخلق له عالم برضو ممتع مثير يخليه طول الوقت منتبه لما يحكى يعني أو لما يقال. ففي الدكتور أحمد خالد توفيق أنا جابلت الأسرة، طبعا جابلت ابنه الدكتور محمد وكان شخص كريم ومرحب ومتعاون جدا في العمل، جابلت أصدقائه، جابلت الكاتب أحمد مراد والدكتور محمد فتحي وأحمد صبري غباشي مع حفظ الألقاب طبعا، وجابلت السيناريست محمد هشام عبية، وجابلت حتى ممرضين، رحت مستشفى طنطا وجابلت ممرضات من اللي عملوا معاه اللي اشتغلوا معاه يعني في الشغل في زملوه في العمل، جابلت طلب الجامعة لأن برضه هو بجانب كاتب وفي شق في حياته ودكتور جامعي، فلازم أشوفه هو في المحاضرة كان شكله إيه، كان بيتعامل مع الطلبة إزاي، هل كان بيفصل ما بين شخصية الكاتب وشخصية الدكتور الجامعي ولا هما شخصية واحدة، ولا يعني هذا التصور لازم أروح لشخص تعامل معه. برضه رجعت لأغلب مقالات الدكتور أحمد خالد توفيق اللي لمح فيها لأجزاء من سيرته، والكتب اللي لمح فيها الأجزاء من سيرته، والقصص طبعا سلسلة مراة الطبيعة ورواياته المختلفة بجانب القصص، يعني ده كله اطلعنا عليه، لقاءاته مثلا في منتدى روايات مصرية، لقاءاته مثلا في الإذاعة، حتى لقاءاته في التلفزيون اللي كان بيبقى فيها بعض الشذرات أو الحكايات البسيطة، هذا الشيء يعني هذه الأشياء عندما تطبخ زي ما بيقول يعني في مطبخ الكاتب فتصنع يعني هذه الوجبة الأدبية اللي قدامنا دلوقتي. هي وجبة دسمة الحقيقة. طب يعني أنا وإحنا بنتكلم أنا لاحظت لكنتك المختلفة وسألتك قلت لك اللكنة دي أنا أصلاً من بني سويف، يعني من محافظة بني سويف، وكنت جيت هنا في القاهرة في الأساس للكتابة يعني للدراسة، لكن يعني بحجة الدراسة لكن كان من أجل الكتابة. بس من الصعيد بقى فيعني في بقى خيال مختلف، في عادات وتقاليد كمان مختلفة، أعتقد ده بيثري كمان يعني طبعًا. يثري خيالك طبعًا. ككاتب هل بتوظف خلينا نقول الثقافة أو الهوية الصعيدية دي في كتاباتك؟ هو الإنسان حتى لو ما قصدش توظيف هذا الإرث الثقافي هو غصب عنه هيظهر في الكتابة. يعني أنا لما بدأت كنت بدأت بكتب شعر، كان عندي دواوين يعني، فأنا في الأول وفي الآخر بكتب هذا الصوت الذي يخرج يعني بكتب هذه اللغة، فهو الإرث الثقافي ده سواء اللغوي أو القصصي اللي هو متعلق بقى في الفولكلور الصعيد وما يحمله من أغاني وما يحمله من حواديت وما يحمله من أساطير لازم هيظهر، لأن هو الإنسان في الأول وفي الآخر صنيعة بيئته طبعا. فهذه الكتابة فهل فيها موجود جزء من خلف؟ بالتأكيد الكاتب لازم شاء أو أبى يعني لازم يظهر في كتابته بما يحمله من إرث يعني طبعا أكيد أكيد. طيب أنت بالنسبة للندوات والفعاليات الثقافية اللي كانت موجودة خلال أو على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، حضرت منها بعض الندوات بعض المناقشات للكتب؟ طبعا يعني بشكل عام خلينا نتكلم عن يعني معرض الكتاب وما يحمله من فعاليات متنوعة، يعني فهو حدث ثقافي وعربي مهم جدا، يعني لأن برغم كل شيء تظل مصر قامة ويعني كبيرة طبعا. وأخت كبرى للعرب وهم بيقدرونها يعني وبيحترموها، ومعرض القاهرة بالنسبة للكتاب العرب هو غير أي معرض تاني، فهم حتى لما بيجوا بيبقوا مبسوطين جدا إن هم هيروحوا مصر وهيشاركوا فعلا، لأن الجمهور المصري عريض والاهتمام بالثقافة عريض صحيح. يعني كنت لسه بحضر فوق مثلا رواية للناقد محمد بنيس وناقد عربي كبير وغيره وغيره، يعني كلهم أسماء كبيرة وأساتذة كبار بيشرفونا هذا المعرض، هو الـ يعني الـ الشيء الجميل اللي بيحصل كل سنة فبيجمع كل الكتاب العرب دول،
كل الكتاب العرب من كل الدول العربية بيستنوا هذا الحدث عشان يلتقوا ويتبادلوا المعرفة ويتبادلوا الثقافة ويقتربوا من الجمهور المصري بشكل كبير جدا. فبالتالي يعني احنا نتمنى يعني ان يدوم الخير ويدوم معرض الكتاب علينا ويدوم الثقافة والإبداع في الوطن طبعًا العربي كله. طبعا اللهم امين. اخترت حتى الان السيرة اللي جاية هتكون لمين؟ زي ما قلت يمكن انا بحاول اجرب الكتابة في اكتر من مجال يعني او منحة. بدأت شاعر وكتاب واشتغلت صحفي وبكتب سير، فبالفعل هو في كتاب سيرة أنا شغال عليه من فترة وهو لشخصية عربية بقى مش مصرية المرة دي. أتمنى أنه هو يعني يكون معانا المعرض اللي جاي كتاب، وبرضه أتمنى يكون في مسلك آخر من الفنون أشارك فيه، ربما كتابة سيناريو، ربما رواية، ربما أي شيء، لكن الفن بشكل عام انا بحب اجربه، بحب اطرق كل ابوابه واجرب فيه يعني في حقل تجريب زي ما بيقول. لكن كشخصيه سيره انا بالفعل شغال على سيره اديب عربي واتمنى وانجزت فيها قدر كبير جدا. اتمنى ان انا يعني اتمنى ان ربنا يتم على خير وتكون معانا ان شاء الله. ان شاء الله كمان نجري معاك لقاء السنه الجايه ان شاء الله. طبعا بنتكلم على نتكلم بقى على السيره الجديده والكتاب الجديد. اكيد اكيد. طب قولي اشتريت كتب من المعرض؟ اشتريت بس اشتريت من هيئه جسور الثقافه، اشتريت من هيئه الكتاب، اشتريت من المنافذ اللي هي بقى اسعار جميله يعني اسعار بسيطه يعني، برغم ان في ناس بتتكلم برضه عن فكره ارتفاع اسعار الكتب، لكن بعض المنافذ الحكوميه لسه بتقدم الكتب باسعار مدعمه. طبعا مدعمه ويعني في المتناول. الحقيقه انا سعيده بلقائي معاك الكاتب والشاعر والصحفي خلف جابر، نورتنا في وحكه انا. شكرا ليك.